نظمت المستشفيات الحكومية احتفالا بمناسبة حصول المختبرات الطبية في مجمع السلمانية الطبي على شهادة الجودة بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وذلك نظير الجودة التي تتمتع بها المختبرات الطبية في المجمع وما تمتاز به الكوادر الطبية والفنية في المختبرات من كفاءة واقتدار وخبرة متراكمة. وبهذه المناسبة أثنى الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية على الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الطبي من لدن جلالة الملك المعظم، والمتابعة المستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في جميع ما يصب في تطوير منظومة الخدمات الصحية في المملكة، كما ثمن التوجيهات المستمرة من معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة وتوجيهاته التي ساهمت في الحصول على هذه الشهادة الدولية، مؤكداً استمرارية العمل في الحصول على الاعتمادات العالمية ورفع الإنتاجية وتحسين الأداء، حيث تعد الجودة من الأولويات الدائمة بما يتماشى مع مبادرات المملكة في تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الصحية. ويأتي هذا الإنجاز ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها المستشفيات الحكومية لتحسين جودة المختبرات وما تجريه من فحوصات مخبرية دقيقة للتأكد من جودتها، وذلك بعد سلسلة إجراءات شملت مراجعة فنية لأعمال المختبرات وتدقيق على جميع العمليات الخاصة بإجراء الاختبارات الرئيسية لتأكيد كفاءتها. ويوفر هذا الاعتماد الاعتراف الدولي والمصداقية، كما يؤكد العمل على التحسين المستمر إدارة المخاطر، مشيرا إلى أهمية التحسين والتطوير المستمر ومواكبة أحدث المعارف والتقنيات لضمان توافق الأداء مع متطلبات نظم الجودة المعترف بها عالميا. سعداء اليوم بافتتاح الاعتماد لمختبر السلماني الطبي، والحقيقة المختبر هو النصف الآخر من الفحص والتدقيق على المرضى، لأن كل الحالات اللي تجي حق الطبيب طبعا يحتاج لها نوع من فحوصات أكثر شيء مختبرية وإشعاعية، وهذا يكمل الصورة على الصورة العلاجية اللي يجري الطبيب في الجسم علشان في النهاية يوصل إلى التشخيص الدقيق والعلاج الصحيح. المختبر فيه يمكن فوق 10-12 ديبارتمنت، منها بنك الدم، منها أقسام الهيماتولوجي، أقسام البيوكيمستري، هاي كلها طبعا فحوصات تجرى يعني يمكن حق كل دخل واحد مستشفي يحصله. يعد حصول مجمع السلمانية الطبي قسم علم الأمراض على الاعتماد الدولي للمختبرات الكلينيكية والطبية من أهم إنجازات المجمع لهذا العام، حيث أن المعايير التي يعتمد عليها الاعتماد تهتم بأهمية الفحوصات وجودتها، كما يهتم أيضا بالتجهيزات الطبية المتوفرة في المجمع وأهمية وسلامة المريض ورعايته.